الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما وليداتكم، واللي مريض الله يشافيه واللي صحيح ربي يحفيه. اليوم اخواتاتي جبتكم بغوصه معروفه وهي صابلي على كونفيتور دابريكو، صابلي بالكوفيت بالمعجون المشمش. نبدا بسم الله بالصابلي، واش مليح للوليدات نقوتي سورتو كيما ضروق رانا محبوسين في الدار نديرو لهم كلش. الصابلي هذا واش يلزملو؟ انا هنايا عندي 500 غرام تاع فارينة، ندي مغرفة صغيرة تاع خمارة تاع حلوى، مغرفة صغيرة. عندي 100 غرام تاع فارينة، 100 غرام تاع سكر كلاص، 100 غرام تاع مايزينا، حبة بيض، وحدة لافاني، 3 مغارف زيت، 250 زبدة، وسكر كلاص باش نسقم به من بعد. دروك باش نبدا بسم الله، نبدا نحط الزبدة هذه تاعي. نخدمو هذه الزبده مع 100 غرام تاع السكر مع السكر. حطينا الزبده مع السكر، قلنا 100 غرام تاع سكر، 250 تاع زبده. نديرو هذه الزبده تخدم بالعقل مع السكر، نزيدو عليها طاشي تاع الفاني، ونزيد عليها 3 مغارف تاع زيت. انا نديرها المغارف تاع الزيت باش تبقى الحلوى تاعنا تشد لنا بالطول. وهنا نزيد نص مغرفة تاع ليكستري دو سيترون، هذا راهو يتباع، يعطينا نكهة مليحة في الحلوى. كاين لي بغي يزيد زاست تاع سيترون، كاين لي يزيد زاست تاع سيترون، كاين في هذا ليستري مليح بزاف، يعطي واحد الحشا باب الصابلي. نخلطو مليح، ومن بعد نزيدو 100 غرام تاع مايزينا. المايزينا هذيك القرمشة اللي تبقى لنا يذوب في الفم ومن ثم نقلب. ميات غرام تاع مايزينا، ومن بعد نزيدو حبة تاع بيض، حبة تاع البيض لازم تكون فيه 70 غرام، حبة تاع بيض، حبة تاع البيض قلنا ما تكونش صغيرة، تكون فيه 70 غرام، كاين البيضات اللي يحبو حتى 80 غرام، كيما راكم تشوفو، شوفو كيفاش راهم نخلطو. خلاها تخلط بيها حتى تبدا كيما الفرمادة. صافي هذا نقدر نديرو سلا على البلاري، يجي يذوب في الفم. نعرفكم المقادير باش مادام هو يذوب، قلنا 250 غرام تاع زبدة، 3 مغارف تاع زيت، حبة بيض، 100 غرام تاع زيت، 100 غرام تاع سكر كلاص، سكر كلاص، و 100 غرام تاع مايزينا، و ان بانسي دو سال، و رايحين نديرو فيه مغرفة تاع خمارة تاع حلوى، مغرفة صغيرة، و درت فيه مغرفة صغيرة تاع ليكستري دو سيترون. إلا مكانش عندكم تقدرو ديرو لوزاز دو سيترون مكشور القارص. فوالا شوفو كيفاش رجعت الزبدة تاعنا كيما راكم تشوفو. دروك واش نبداو نديرو؟ نبداو بالعقل نديرو في الفارينة، غير بالعقل، نقصو في لافيتاس باش الفارينة متوسش علينا، ونبداو. فارينة قلنا 500 غرام، سا ديبا ونشوفو،
الا كانت فرينة ما تشرب كدير تنسى ولا ما كانتش نزيدو ولا نديرها ونزيد نص مغرفة صغيرة تاع حلوى تفجير نص مغرفة فوالا نص مغرفة نص مغرفة تاع مغرفة كبيرة هي مغرفة صغيرة تاع قهوة تاع حمالة تاع نزيدو بالعقل نقدروا نديروها بيدينا لا باتيسيه باش نشاطي الروبو دروك انا رايح نكمل بيدية كما راكم تشوفوا دروك نكمل بيدية بنشوف الفرينة كيفاش شحال نعطيها فرينة وشحال ما نعطيهاش وبنجي نكمل بيدي نقلعو كل شيء واش كاين خلو والو بيدي نزيد الفرينة بالعقل ونخدم في لاباط تاعي باش نعرف شحال ندير باسكو كون خليها في الغوبو ما نعرفش شنو اللي يكون القوام اللي تبقى فيه لازم هذه لاباط اللي انا نديرو فيها تريح ومو ساعتين باش ننجحو فيها نلايمها ونرجع معاكم العجينة تاعنا شوفوا كيف رجعت لازم ترجع لنا هكا القوام تاعها يبقى هكايا دوك نخلوها ساعتين ما ندعجنوهاش غير نلايموها نلايمناها ساعتين نديرها فيها نساك بلاستيك ونرجع معاكم نديرها فيها نساك هكايا ونحطها في الفريجيدار ساعتين ونرجع معاكم الفرينة تاعنا يريح الدوزوغ شوفو كيفاش رجعت هايليك دوك نبداو نخدمو فيها بالعقل خلو العجينة هكا فوق كاغط ولا فوق بلاستيك دوك نعاود ونرجع معاكم فوالا هنا نوريكم كيفاش نقسمو كي نقسمو الحبة ما لازمش ندوروها نحطو ونابيو هكايا ونحو دوكا انا درنا وحدة ونحي نزيد ندير زوج هكايا شوف لازم ما ندوروش
المول كي نحطوه ما لازمش ندوره. شوفوا كيفاش نديرو، وحده ونجبدو، نغفيو غير مرة، ما لازمش ندورو المول باش الحبة تقنى مليحة. بابا كيما راكم تشوفين لازم تقاغون هكايا. نشوفو كيما راكم تشوفوا دوك نديرهم على 170 20 حتى 25 ونرجع معكم. فوالا لي صابلي تاعنا راهم موجدو، شوفو كيفاش طابو. لازم يطيبو من تحت حمرين ومن الفوق يجو بيوضا. كان شويه درت عليه شويه كاوكاو، واحد شويه درت عليه الشيكولا. هادو ان شاء الله من بعد يبردو شويه ندير عليهم شويه تاع سكر القص. دوك نبدا نعمر بلا كونفيتور هادو لي صابلي تاعنا. نحطوهم ما ديروا لا كونفيتور اللي تبغوها. هذا درناه سامبل، صابلي سامبل ما فيش بزاف تاع الو. نكمل كما راكم تشوفوا، نكمل كاع هادو ونرجع معكم. راكم تشوفوا كملنا هادوك، دوك نزيدو هادو باش نزوقو نوع خداخر. نديرهم هكايا، نغبرهم بشويه تاع سكر.
هاني درت كارط من تحت باش السكر هذا ما يضيعناش، من بعد نعاودو نلايموه ونستحقوه في حاجه وحده اخرى. فوالا جيست باش نزوقو شويه، دروك نزيد نكمل هذو. هذا صابلي سام بصح يجي بنين، يذوب في الفم، يحبوه الذراري. هنايا هذه درنا 250 غرام تاع زبده. نكملوا كاع دوك واش نديرو؟ دروك نعمرو، دروك نعمروهم في الوسط. نزيد نعمر ونرجع معكم. لي صابلي تاعنا راهم وجدوا، انا زوقناهم، شوفوا كيفاش يجوا دايرين. صاب هذو دي سامبل، مازال نوريكم غوسيت واحد اخرين تاع لي صابلي. هذو جيست بور لي غوتي للذراري، للعيد ثاني مليح وعلى العلا. وبالصحة والراحة، وما تنساوش تدوزوا على القناة تاعي، ديروا لي جيم ودقوا الجرس، ومرحبا بكم. وعقارب إن شاء الله، مع السلامة. هذا درنا فيها غير 250 غرام تاع زبدة، دخلت لنا فيها قريب 400 غرام تاع فارين تاع لافارين، وغطت لنا كمية شابة راكم تشوفوا فيها.